السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الطليعة الفضائية، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة نستهلها من الأبرز والأهم بالعناوين. العبادي يوجه بعودة الأسر داخل مخيمات النازحين إلى مناطق سكناهم المحررة في الأنبار، والجبوري يلتقي نظيره الروسي في موسكو ويبحث معه العلاقات بين البلدين. سرايا الخراساني تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن انسحابها من طوس خورماتو. الدفاع المدني يبشر برفع المخلفات العسكرية والقنابل غير المنفلقة في الحويجة ووصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار. تتابعونا في نشرة الطليعة أيضا، روحاني يؤكد أن المساس بالاتفاق النووي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، والاتحاد الأوروبي يؤكد أن إلغاء الاتفاق ليس من حق أحد. إلى تفاصيل هذه النشرة أهلا بكم من جديد. وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الجهات المعنية بإعادة الأسر النازحة داخل مخيمات النازحين إلى مناطق سكنهم المحررة في محافظة الأنبار. مكتب العبادي وفي بيان له ذكر أن رئيس الوزراء أوعز بإعادة كافة الأسر النازحة داخل مخيمات النازحين في عامرية الصمود والمدينة السياحية إلى مناطق سكنهم المحررة، فيما أمر ببقاء الأسر التي لم تحرر مناطقها في القطع الغربي داخل هذه المخيمات لحين تحريرها من قبل القوات الأمنية. وأضاف أن لجنة أمنية مختصة باشرت بعملية جرد أسر المناطق المحررة لفرز الأسر التي يوجد عليها مؤشر أمني وإحالة المتهمين فيها إلى القضاء. التقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نظيره الروسي فيتاش سيلف فولدين في العاصمة موسكو. الجبوري وخلال اللقاء مع فولدين بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والانتصارات المتحققة على داعش الإرهابي، بالإضافة إلى تداعيات استفتاء انفصال شمالي العراق. من جهته أكد فولدين دعم بلاده لوحدة أراضي العراق، مبينا أن موسكو مستعدة للمشاركة الفعالة في إعادة إعمار المناطق المحررة. نفت قوات سرايا الخراساني ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن تقدمها وانسحابها من بعض المناطق في قضاء طوس خورماتو. سرايا الخراساني وفي بيان لها ذكرت أن اللواء 18 في الحشد الشعبي ما زال ماسكا للقرى المجاورة لطوس خورماتو منذ تحريرها من داعش الإرهابي، مضيفة أن قوات تابعة للواء 18 سيطرت على التلال المحيطة بالقضاء بعد انسحابها أو انسحاب البيشمركة منها في اليومين الماضيين. أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك بأن القوات الأمنية دخلت المحافظة وتمركزت ببعض النقاط التي انسحبت منها البيشمركة. المصدر أوضح أن قطاعات الرد السريع تمركزت في عدة نقاط بمحاذاة مشروع ري كركوك الذي يقع باتجاه بداية طريق كركوك تكريت، وكانت متواجدة فيها قوات البيشمركة ولم تجد أي عنصر هناك، مضيفا أن قوات الفرقة التاسعة دخلت إلى مركز ناحية تازة وهي بانتظار الأوامر من القيادات الأمنية، مبينا أنه لا يوجد أي إطلاق نار في مجمل التحركات. أعلن مسؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أعلن عن تحشد عسكري للقوات الأمنية والحشد الشعبي حصل بالقرب من المناطق الواقعة على خط التماس مع البيشمركة في سهل نينوى. سورجي أوضح أن الفرقة 16 في الجيش وقوات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي اتخذت استعدادات عسكرية بالقرب من المناطق الواقعة على خط التماس مع البيشمركة في سهل نينوى، مؤكدا أن الوضع مستقر ولا يوجد أي توتر في المنطقة، مبينا أن البيشمركة دخلت حالة الإنذار واستدعت جميع العناصر المجازين استعدادا لمواجهة أي حالة طارئة حسب قوله.
أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب مثنى أمين عن تأجيل اجتماع الكتل الكردية إلى إشعار آخر بسبب الأوضاع الرهينة في كركوك. أمين أوضح أنه كان من المقرر أن تجتمع الكتل الكردية لمناقشة العودة لجلسات البرلمان وإنهاء القطيعة بعد الأزمة التي حصلت بسبب الاستفتاء، لافتا إلى أن تأجيل الاجتماع جاء بسبب الظروف التي تشهدها مدينة كركوك، مضيفا أن الاجتماع سيتناول حال عقده شروط ومطالب الكتل الكردية للرجوع إلى البرلمان وللمشاركة في جلساته، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد بعد تهدئة الأوضاع الراهنة ومن ثم تحديد شروط ومطالب وكيفية المشاركة في جلسات البرلمان. إلى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أن قوات أمنية بمختلف صنوفها قد تحركت لإعادة سيطرة الحكومة المركزية على آبار نفط بكركوك. وأوضح جعفر أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي تحركت لإعادة سيطرة الحكومة المركزية على آبار النفط في كركوك بعد الاستيلاء عليها من قبل البيشمركة إبان دخول زمر داعش الإرهابية إلى العراق، مبينا أن التحالف الوطني الكردستاني طالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتريث في بدء عمليات إعادة السيطرة على آبار النفط. هذا وطلب النائب على المكون التركماني نيازي معمار أوغلو شمالي العراق بسحب البيشمركة من محافظة كركوك والمناطق المستقطعة. أوغلو دعا إدارة شمال العراق إلى سحب البيشمركة والأسايش من محافظة كركوك والمناطق المستقطعة تجنبا لحدوث صدامات وفواجع لا يحمد عقباها، مؤكدا ضرورة أن تكون الإدارة المشتركة في المحافظة من قبل محافظ تركماني والتحكم الأمني اتحادي حصري. أكد مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية في كركوك محمد سمعان أن الجيش العراقي من حقه الدخول إلى منطقة عراقية لإعادة هيبة الدولة والسيطرة على حقول النفط. وبين سمعان أن الجبهة التركمانية تطالب البيشمركة بعدم التصادم مع القوات الأمنية الاتحادية وسمح لها بدخول كركوك وتجنيب المحافظة ومكوناتها الدماء، مطالبا البيشمركة والأسايش وشرطة كركوك بعدم التعرض للجيش العراقي كونه ليس أجنبيا وجاء للحفاظ على هيبة الدولة ومكتسباتها ومنها الحقول النفطية. وفي الشأن ذاته اتهمت كتلة المواطن النيابية أربيل بالسعي بافتعال أزمة جديدة من خلال كركوك بهدف إشغال الرأي العام العالمي عن الاستفتاء. رئيس الكتلة حامد الخضري قال إن ما جرى في كركوك وسيجري هو إجراء طبيعي للغاية من قبل الحكومة المركزية بهدف فرض القانون والسلطة المركزية على مناطق ما تزال تتبع الحكومة إداريا وسياسيا، مضيفا أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق شمالي العراق لحين الإعلان الرسمي عن إلغاء نتائج الاستفتاء وتسليم المعابر الحدودية والمطارات وفرض القانون الاتحادي. نبقى في الشأن السياسي، إذ أعلن رئيس تحالف العدالة والديمقراطية برهم صالح أن السلطات في شمالي العراق وافقت على تجميد نتائج الاستفتاء لفترة. صالح أشار إلى أن إقامة دولة كردية تحتاج إلى حوارات مع الحكومة المركزية مرورا بالحكومات الإقليمية ووصولا إلى الدول العظمى، مضيفا أن تشكيل الدولة يتطلب قيادة ناجحة. إلى ذلك أعدت النائبة عن كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد جميع المبادرات التي طرحت على شمالي العراق بأنها تصب بمصلحة ساسة أكراد كانوا سببا في الأزمة مع بغداد. عبد الواحد أوضحت أن الشعب الكردي تضرر كثيرا من الحصار المفروض عليه بسبب الشخصيات التي كانت سببا في هذه الأزمة، مشددة على ضرورة حل الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات الجدية وفق آليات الدستور، وأن يلتزم الجميع بالدستور لا أن يكون التزاما انتقائيا من هذا الطرف أو ذاك.
أكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الأديب أن التحدي الذي يواجهه العراق بعد الانتهاء من عمليات تحرير الأراضي هو مشروع التقسيم. الأديب وعلى هامش زيارته لمحافظة الأنبار عقد مؤتمرا صحفيا بحضور المحافظ، شدد فيه على ضرورة أن يكون تحدي التقسيم فرصة للتوحد أكثر من أجل أن لا يقسم العراق. والكل كان يتوقع عندما ننتهي من داعش سيستتب الأمن ويطمئن المجتمع العراقي إلى هذا التحرير، وما أن انتهت هذه القوات من تحرير الأرض إلا ووجدنا بأننا أمام تحدي جديد وهو تقسيم العراق. والتمرد الذي حدث في منطقة شمال العراق من أجل تقسيمه، وهذا فتح شهية آخرين لأن يقولوا أيضا كلمة بشأن موضوع التقسيم، وربما كان هذا النداء هو نوع من التوافق مع مخطط التقسيم الذي نادى به نائب رئيس الجمهورية الأمريكي السابق بايدن. فرصة لكي ننسجم أكثر ونتحد أكثر ونتوحد من أجل أن لا يتقسم العراق، لأنه إذا ما تقسم العراق فسنضعف جميعا، وسيطمع بنا كل دول الجوار، كما أن دول العالم الأخرى أيضا بدورها ستطمع في عراقنا. أمنيا، كشف الحشد الشعبي عن قيام قوة أمريكية خاصة بنقل قيادات بارزة في داعش الإرهابي من محافظة كركوك إلى جهة مجهولة وبشكل سري. قيادي في الحشد أشار إلى أن مئات من إرهابي داعش بينهم قيادات بارزة سلموا أنفسهم للبيشمركة في كركوك خلال الأيام الماضية بعد هروبهم من الحويجة عقب تحريرها من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي، مبينا أن الإرهابيين تم نقلهم إلى مناطق في محيط المحافظة من قبل البيشمركة داعيا للتحقيق العاجل وبيان ما هو دور القوات الأمريكية. في كركوك أيضا أعلنت هيئة الحشد الشعبي العثور على أكبر معمل للتلغيم تابعا لداعش الإجرامي في قضاء الحويجة جنوبي غربي المحافظة. إعلام الحشد الشعبي وفي بيان له أفاد بأن داعش الإرهابي حول مبنى المعهد التقني في الحويجة إلى أكبر معمل للتلغيم، مبينا أن هذا المعمل الكبير يضم عبوات مختلفة الأحجام وصواريخ ومواد كيميائية، مضيفا أن داعش حول جميع مرافق ومباني المعهد إلى أماكن للتفخيخ وصناعة الصواريخ المزودة بمواد سامة. هذا هو اللي نسميه قاده، احنا داخله الصاعق صار داخله. هذا نشوف هسه طريق القوات الامنيه التقدم مالها. زين هاي مداها ايش قد اذا انفرقت؟ لا للعجلات، هاي مال عجلات، مال عجلات للعجله واحده كافيه زين دمرها. هاي امال حد ضامين يعني خافين. هذا زوري؟ وهذا البوري كله معبى عبوات. هذا البوري شو يسوون له؟ يحفرون من جوا التبليط. القطاعات الامنيه من تتقدم اي مكان تتقدم يحفرون جوا التبليط ويمدونه كانما بوري مال مي. فهو بداخله شنو؟ بداخله داخل كل عبوات. هذا صاروخ. هذا صاروخ الكاتيوشي. صاروخ الكاتيوشي. ف يسوونه بحيث كبروته يصير سيفون. على مود القوة مال الانفجار. فايدة انها تسوالف مني. تعال شوف هنا هاي التصنيع مالك. هاي نابس كل شيء لحد هنا كله مسلك وجاهز. زين لا تفوت الجو هذا عندك اساس لك مسيط هذا. هنا عندكم مرشة مال تصفيح العجلات. خلنا نشوف. يصفحون العجلات مالتهم هنا. زين؟ هنا يفسخون ويشتغلون على كيف. معمل تصفيح يفسخوها. زين ورشة كاملة هنا. وما زلنا في كركوك، إذ تواصل القوات الأمنية والحشد الشعبي من تطهير قضاء الحويجة المحرر من مخلفات عصابات داعش الإرهابية. إعلام الحشد الشعبي وفي بيان له
ذكر أن الإرهابيين أقدموا على حرق سيارات المدنيين من أجل التشويش على الطائرات المسيرة للقوات الأمنية لإعاقة تقدم القطاعات العسكرية، مؤكدا أن ناحية الرياض تم تطهيرها بالكامل من مخلفات داعش الإرهابي. اكو بعض السيارات داخل البيوت محترقه، نعم. شفتوها يمكن لاحظتوها، نعم. هي بالطارمه مال البيت محترقه، نعم. طبعا هاي منو حرقها؟ هم حرقوها. ليش؟ لان احنا تدري عندنا طائرات مسيره، نعم. فهذه تكشف امام قطعاتنا تتقدم، فعلا. فهم قام يحرقون هاي السيارات مال الناس من اجل تغطيه لهم، حتى تسوي دخان تغطي على الطائرات. المدينه هذا حاليا خاليه من اي عنصر لتنظيم داعش الارهابي، نعم. ومثل ما شاهدون اي حاله بعث او حاله تحرق تخريب داخل المدينه، فليس القطاعات اللي عملت هذا الشيء، انما تنظيم داعش الارهابي حرق البيوت، حرق العجلات مال المنتسبين الشرطه والداخليه او الاهالي اللي خرجت، نعم. من الناحيه قبل دخول القطاعات حتى تغطيه الطيران، الطيران مشاهدة العدو. مثل ما شاهدون حررنا المناطق، منطقة الرياض بالكامل، والعوائل موجودة إن شاء الله، حطناهم على جناح خاص لبيوت المطهرة من أي شيء اللي عبوها اللي بتسوى الدواعش، ومحلات على حسب الأصول كاملة ومقفلة، أي بعث ما بيها نهائيا، وإحنا بحمايتها إن شاء الله متواجدين لا يزال في قطعات الرياض وفي كل القطعات متواجدة. هذا وبشرت فرق الدفاع المدني برفع المخلفات العسكرية والقنابل غير المنفلقة في قضاء الحويج المحرر تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها. العقيد في الدفاع المدني صالح محمد علي قال أن فرق الدفاع بدأت بالمساهمة برفع المخلفات الحربية والقذائف غير المنفلقة وعمليات رفع الأنقاذ والركام، مبينا أن العمل جاري لعودة دوائر الجنسية والعيادات الطبية بشكل تدريجي استعدادا لإرجاع أهالي المدينة النازحين، لافتا إلى أن قوات الحشد الشعبي تعمل حاليا وبشكل منقطع النظير على تأمين الطرق ورفع الألغام وتأهيل الدوائر الرسمية. ونبقى في الشأن الأمني، إذ وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار استعدادا لشن حملة أمنية واسعة لتحرير قضائي راوة والقائم. عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة راجع العيساوي ذكر أن القوات الأمنية تنتظر الإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للبدء بالحملة الأمنية بمساندة كافة الصنوف، مبينا أن الحملة ستكون هي الأوسع منذ انهيار الأمن في المناطق الغربية، موضحا أن الحملة تأتي بالتزامن مع هروب أعداد كبيرة من قادة وعناصر داعش الإرهابي إلى الأراضي السورية. أخيرا في الشأن المحلي، وضمن نهج قيادة عمليات بغداد الذي حرصت على استمراره لإدامة التواصل مع المواطنين وإيجاد الحلول الخاصة لمشاكلهم والتخفيف عن معاناتهم ولتقديم أفضل الخدمات لهم، التقى قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ومشاكلهم ومناقشتها بحضور اللجان المختصة. بعض الامور المتعلقه اللي تخص يعني مناطقهم وحتى ندخل بالقضاء الخدمي حقيقه ونحل مشاكلهم، وهذا يعني العمل مترابط صراحه، يعني البشر يحتاج، المواطنين يحتاجون خدمات ويحتاجون امن ويحتاجون متابعه حتى نساعدهم بحل مشاكلهم العشريه احيانا. وان شاء الله الامور ماشيه في بغداد، وهذا نهجنا راح نستمر به الى ان انه يعني تكون النتائج مرضية حقيقة ونتائج إيجابية ويرضون عنا أهلنا في بغداد ونحقق لهم الأمن والأمان إن شاء الله. هذه النشرة ما زالت مستمرة معكم وفيها تتابعون في الشأن العربي والدولي بعد قليل. قوات الجيش السوري تحرر مدينة الميادين في دير الزور بالكامل من داعش الإرهابي، والجيش اليمني يقتل ويصيب العشرات من المرتزقة في تعز.
الأخبار العربية والدولية، أهلا بكم من جديد. عد الرئيس الإيراني حسن روحاني المساس بالاتفاق النووي بأنه مساس بأمن واستقرار المنطقة والعالم. روحاني أضاف أنه لا بد من تقوية ركائز حل وتسوية الخلافات العالمية عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن بلاده تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستستمر في ذلك، مبينا أن الأنشطة النووية الإيرانية كانت وستظل سلمية دوما، معربا عن أمله بأن يقف الاتحاد الأوروبي أمام الممارسات الخاطئة التي تخل بالسلام والتعاون الدولي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن سياسات ترامب قد وضعت أمريكا على مسار الخروج من المجتمع الدولي. قاسمي قال أن السياسات المتخذة من قبل الإدارة الأمريكية على الصعيد العالمي منذ بدء ترامب لولايته الرئاسية تضع أمريكا على مسار الخروج من المجتمع الدولي، مبينا أن تصريحات ومواقف ترامب بشأن الاتفاق النووي لاقت ردا صريحا من قبل الممثلية العليا للاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه إذا لم يكف عن هذه السياسات واستمر في الإصرار على المسير بهذه الطريقة فعليه أن يتحمل نتائج تصرفاته وقراراته هذه. بدورها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن إيران لم تخرق التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي، مشددة على أنه لا يحق لأي دولة إلغاء الاتفاق بوصفه مصادقا عليه في مجلس الأمن. إن الاتفاق النووي الإيراني ليس اتفاقا ثنائيا وليس ملكا لأي دولة، ولا يحق كذلك لأي دولة أن تقوم بإلغائه. الاتفاق تم بين أطراف متعددة وحصل على دعم من قبل مجلس الأمن الدولي وفقا للقرار 2231، وهذا الاتفاق يعطي ضمانات وآلية رقابة قوية بأن برنامج طهران النووي سيبقى لغايات سلمية فقط. هذا وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في استمرار العمل بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة لألمانيا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش وفي بيان له ذكر أن اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة يمثل إنجازا مهما جدا لتعزيز عدم الانتشار النووي والنهوض بالسلم والأمن العالميين. يأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المصادقة على التزام طهران بالاتفاق النووي. رحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالاستراتيجية الجديدة لترامب تجاه إيران وأعربت عن دعمها الكامل لها، فيما عد رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو القرار فرصة لتعديل الاتفاق النووي وتغيير سلوك طهران في المنطقة حسب ادعائه. إضعاف الاتفاق النووي وليس إلغاؤه، هذا ما تشيء به استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة إزاء إيران. فمع انقضاء مهلة 90 يوما التي كان يتعين على الرئيس الأمريكي في نهايتها إبلاغ الكونغرس بمدى التزام طهران بالاتفاق النووي، خرج ترامب على الإعلام ليقول أن إيران لا تلتزم بالاتفاق الذي رأى أنه لا يخدم بشكله الحالي مصالح واشنطن. ترامب أرجع رفضه التصديق الدوري على الاتفاق إلى ما وصفه بالعيوب الخطيرة التي تشوبه، معتبرا أن تعديل الاتفاق كفيل بمعالجة تلك العيوب. وجهت إدارتي للعمل بشكل وثيق مع حلفائنا ومع الكونغرس لمعالجة العديد من الفجوات الخطيرة في الاتفاق النووي، بحيث نمنع طهران مستقبلا من امتلاك سلاح نووي، وهذا يتضمن تعديل بعض البنود. الكونغرس بدأ بالفعل بوضع هذه التعديلات التي من شأنها حرمان إيران من تطوير صواريخ عابرة للقارات وجعل كافة القيود على البرنامج النووي دائمة، وفي حال لم نتفق على إدخال هذه التعديلات فإن الاتفاق سيعد لاغيا. ترامب رأى أيضا أن إيران انتهكت الاتفاق النووي مرات عدة وطلب بالإبقاء على بعض العقوبات التي تستهدف مكونات نووية بشكل دائم، كما استغل ترامب هذه المناسبة لدعوة الكونغرس إلى تضمين الاتفاق ملحقا يعالج ملف تكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات. ويبدو أن نفوذ إيران في المنطقة كان حاضرا بقوة في ذهن الرئيس الأمريكي الذي اتهم طهران بتمويل جماعات وهجمات إرهابية تستهدف المصالح الأمريكية، وعليه فقد قرر فرض عقوبات صارمة تستهدف الحرس الثوري الإيراني
لدوره في النزاعات الدائرة بالشرق الأوسط. الرد الإيراني لم ينتظر كثيرا، فلم تكد تمر دقائق على إعلان ترامب حتى خرج حسن روحاني ليؤكد بلهجة لا تقل تحديا عن لهجة نظيره الأمريكي بأن الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى غير قابل للتعديل، وإن ألغاه ليس رهنا بالولايات المتحدة وحدها. من الواضح أن ترامب لم يدرس القانون الدولي، فكيف له وحده إلغاء معاهدة متعددة الأطراف صادقت عليها الأمم المتحدة؟ من الواضح أن ترامب لا يدرك أن الاتفاقية لم توقع بين إيران والولايات المتحدة وحسب، ولذلك يريد أن يتصرف بها كيفما أراد. روحاني اعتبر أيضا أن قرار ترامب الإحجام عن التصديق على الاتفاق ينم عن جهل، وأن اتخاذه سيترك الولايات المتحدة في عزلة عن البلدان الأخرى الموقعة عليه. ولم يخفل الرئيس الإيراني التأكيد على التزام طهران بالاتفاق ما دام يخدم مصالحها، مؤكدا على مواصلة طهران تطوير برنامجها الصاروخي رغم استراتيجية ترامب الجديدة ورغم العقوبات التي أعلن عنها بحق الحرس الثوري. الاتفاق النووي لم يسقط بعد إذن، لكنه يبدو مترنحا، وسيكون قرار منح الاتفاق فرصة للحياة أو الإجهاز عليه بيد الكونغرس الأمريكي. إذن متابعينا، للحديث أكثر عن ملف الاتفاق النووي ينضم إلينا وعبر الهاتف مباشرة المحلل السياسي الدكتور عبد الأمير العبودي. مرحبا بك دكتور عبد الأمير في نشرة أخبار الطليعة الفضائية. مرحبا بك، حياك الله. يعني بداية دكتور، بداية كيف تقرأ التحركات الأمريكية للخروج من الاتفاق النووي؟ تفضل. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. التحركات الأمريكية حالة طبيعية جدا. نعم. علينا لا نولي دهشة. الواقع الأمريكي واقع مرير. حين اتفق مع إيران أو حين وافقت أمريكا على توقيع وثيقة بالحقيقة هي لصالح إيران. ولذلك أكبر مشكلة واجهها ترامب بعد أن صار رئيسا لأمريكا. نعم. هي هذه الوثيقة التي يبدو أنه قطع المواثيق والعهود باليهود لغرض تكميلها أو إلغائها. ولذلك نعتقد أن ترامب سيواجه أيضا ضغوط يهودية مستقبلية لغرض إلغاء هذه الوثيقة. إلى الآن الوثيقة ما زال معمولا بها. الخارجية الأمريكية قالت أنها غير قادرة على إلغائها. الاتحاد الأوروبي أيضا أكد أنه غير قادر على إلغائها وأنه لا يرغب بإلغائها. ووفق ذلك فترامب في مشكلة كبيرة، عليه أن يقنع، ويبدو لي أنه قادر على إقناع الأوروبيين بين فترة وأخرى لغرض أن يتماشوا مع رغبات أمريكا الضاغطة دائما على الأوروبيين باتجاه عملية إلغاء هذه الوثيقة التي أنا أعتقد أنها من أهم ما توصل إليه العقل الأوروبي في المسامحة وفي عملية إلقاء السلام العام. نعم. طيب دكتور، يعني الاتحاد الأوروبي أبدأ رفضه لتصرفات واشنطن وأكد أن الاتفاق ليس بين طرفين فقط. في حال يعني استمرت أمريكا لرفض هذا الاتفاق، هل سيستمر التأييد الأوروبي؟ يعني هل سنرى تدخل روسي لحل هذه الأزمة؟ روسيا ستستغرب، ستنفي، نعم، ستقوم بعمل ما، لكنه لا يرقى إلى مستوى أن تقوم الإعوجاج أو أن على الأقل تعدله. نعم. الحقيقة أن أمريكا صاحبة كل شيء، لذلك حتى حينما يتحدث الرئيس الأمريكي فهو ينطلق من منطلقات واقعية، أن أمريكا المهيمنة على الساحة الدولية، أمريكا المهيمنة على مجلس الأمن، أمريكا المهيمنة على الجمعية العمومية، أمريكا مهيمنة حتى على القرار الأوروبي. لهذا نعم. الإيرانيون يعرفون ذلك جيدا ويدركون أن أمريكا فيما إذا أرادت إلغاء هذه الاتفاقية أو هذه الوثيقة قد ستنجح بالنهاية، لكنها لن يكون الأمر بمستطاعها بطريقة مستقيمة. نعم. طيب، يعني إيران أبدت التزامها ببنود الاتفاق، إذا استمرت أمريكا بالخروج من هذا الاتفاق، هل ستستمر إيران بالالتزام في ظل انتهاكات أمريكا لهذا الاتفاق؟ لا، حين تنسحب أمريكا لا يبدو لي أن العالم سيلتزم بعد ذلك، على اعتبار أن أمريكا فيما إذا انسحبت فهذا معناه أن أمريكا ستقوم بإجراءات رادعة نعم. ملف النووي الإيراني، وتقوم من طرف واحد، وستقصف، ستضرب، ستفتش، ستضغط، ستعاقب اقتصاديا، ستعاقب في غير المحل. لذلك
امريكا حين تنسحب مشكله كبيره، لا يتوقع احد ان امريكا غير قادره على تطبيق المعجزات اللي اصبحت، امريكا قادره على تطبيق خطه قويه. ولذلك الايرانيون حذرون جدا من عمليه انسحاب امريكا وهم متخوفون من ذلك. نعم، المحلل السياسي الدكتور عبد الامير العبودي، شكرا لانضمامك الينا مره اخرى. من جديد أهلا بكم. أعلنت خلية الإعلام الحربي السوري تحرير مدينة الميادين في دير الزور من داعش الإجرامية بالكامل. الخلية وفي بيان لها ذكرت أن قوات الجيش السوري أنهت تحرير مدينة الميادين في محافظة دير الزور بالكامل، مضيفة أن الجيش يتقدم غرب المدينة لتعزيز خطوط الدفاع عنها، مشيرة إلى أن القوات السورية تواصل تقدمها مطبقة الحصار على بقايا العدو في مدينة دير الزور، وقد تمكنت من تحقيق تقدم جديد وإغلاق الممر الواصل بين ريفي دير الزور الشرقي والشمالي الغربي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات. نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليمنية عملية نوعية ضد مرتزقة الكيان السعودي، ما أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العدو في محافظة تعز. وقال مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية شنت هجوما نوعيا على مواقع لمرتزقة العدوان شرقي معسكر خالد بمديرية موزع، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأجبرتهم على الفرار من مواقعهم، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في مختلف محافظات اليمن حتى يتم تطهيرها من قوى الغزو الأمريكي السعودي والمنافقين المرتزقة. وأخيرا، أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر سيطرة قوات الجيش على معظم الأراضي الليبية، مؤكدا أنه لم يتبقى سوى مساحات قليلة خارجة عن سيطرة الجيش لا تتعدى 30,000 كيلومتر مربع. وقال حفتر في حديث جمعه بحشد من الضباط والجنود في مدينة بنغازي، أضاف أن الجيش قد سيطر على منطقة الواقعة غربي طرابلس الممتدة من زوارة على الحدود مع تونس حتى مدينة الزاوية الواقعة على 30 كيلومتر غربي العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستتم السيطرة على الزاوية أيضا ليعلن الجانب الغربي من البلاد محررا بالكامل. ختام هذه النشرة تذكر بالعناوين: العبادي يوجه بعودة الأسر داخل مخيمات النازحين إلى مناطق سكناهم المحررة في الأنبار، والجبوري يلتقي نظيره الروسي في موسكو ويبحث معه العلاقات بين البلدين. سرايا الخراسان تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن انسحابها من طوز خورماتو. الدفاع المدني يباشر برفع المخلفات العسكرية والقنابل غير المنفلقة في الحويجة ووصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار. تابعتم في نشرة الطليعة أيضا روحاني يؤكد أن المساس بالاتفاق النووي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، والاتحاد الأوروبي يؤكد أن إلغاء الاتفاق ليس من حق أحد. نشرة أخبار الطليعة الفضائية انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.